بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هاي حالات وهي زي ما انتم شايفين هاي البراز هلا. طبعا بكتيريا ضارب الأعصاب وضارب الأمعاء. طبعا هون للناس اللي بتزاود احنا ان شاء الله بدنا نورجيكم الحالات هذه بعد العلاج. شايفين طلع العالم اللي بتزاود اللي بتطخطخ بالهواء زي ما انتم شايفين يا جماعة الخير. حالات واصلة يعني مرحلة متقدمة يا حبيبي يا حبيبي. ان شاء الله كله بامر الله بامر الله كله بمرق. طبعا عدم اتزان البكتيريا واصلة المفاصل واصلة الدماغ عاملة زي اهتزاز بال مع الطير. شايفين طبعا ان شاء الله احنا ملتقانا بعد العلاج. وزي كمان مره زي ما حكيت لكم للعالم اللي بتخطخ بالهواء بلاش منه تخطخ بالهواء هذا. والسلام عليكم. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوان. طبعا كلمه بات دائما ولا ميلت زي ما انتم شايفين هاي الحمامات الحمد لله في المرحله قبل الاخيره من المرحلة النهائية للعلاج. هاي زي ما انتم شايفين هذه الحالة كانت تلف على الأرض وتفرفر من فضل الله علينا الحمد لله رب العالمين. الشهادة لله. أجاني جمال والطير في عداد الموتى والله يبارك له ماله وعياله يا عمي. الأمانة الله يسعدك أخوي وكمان الله يكرمك. فيعني الحمد لله رب العالمين اللي مزودين واللي بزودوا علي وعلى علاجاتي الله يسعد مساكم يا ربي. برضه أنا مسامحكم وهي بالدليل القاطع يا اخوان. وهذه والله والله على ما نقول شهيد هاي الحمامات اللي كانت هاي تلف على الارض. والسلام عليكم ورحمة الله.